تمكنت فرقة الباليه الأوبرا الجزائر بالسفر بنا إلى الزمن الجميل، حيث تجولنا في أروقة الذاكرة المنسية خاصة التراث القديم. والله عرض يعني كوريغرافي إشراف مدام ناموس، بالي فولكلور، بالي فولكلوريك، دونك اللي يشمل كل مناطق البلاد وتكلم على أفراح الجزائر. اليوم أنا في عرض الجزائر تحتفل إن شاء الله بعيد الاستقلال. اليوم جينا عندنا عرض فولكلوريك، العرض يمثل التراث الوطني الجزائري كاع. عشنا من خلال هذا العرض قصة وعبرة تألقت فرقة الباليه في رسمها وتجسيدها. اليوم يعني ما كنتش نتسنى، اللي كانت فريمون لي سواري نتمنى تزيد تتكرر هذه بولادنا، نشوفوهم هكذا نكونوا مهنيين. كان العرض على جميع المناطق الجزائرية، فيها رقص موسيقى، وكانت فريمون جملة لي 48 ولايات. تنظيم مثل هذه العروض من شأنه أن يحيي الذاكرة للأجيال الصاعدة في الموروث اللامادي للإنسان.